الثامنة مساء بتوقيت الخرطوم، نشرة الأخبار من قناة البلد الفضائية، معكم فيها محمد السعودي وإلى عناوينها. نائب رئيس جمهورية جنوب السودان يصل البلاد في زيارة رسمية. أداما ديانج يحث السودانيين للمشاركة في التسوية السياسية. شعبة مصدري اللحوم تؤكد ضرورة وضع سياسة تشجيعية لصادر الثروة الحيوانية. ورياضيا، جاء منتخبنا الوطني إذ يستهل مشوار تصفيات الأمم الإفريقية أمام موريتانيا بعد قليل. إلى تفاصيل هذه النشرة. أهلا بكم. وصل السيد جيمس واني إيغا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان يوم أمس إلى البلاد في زيارة رسمية، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي وأعضاء سفارة جمهورية جنوب السودان بالخرطوم. وقال إيغا إن زيارته للسودان تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مبينا أنه سيلتقي عددا من المسؤولين السودانيين لإطلاعهم على التقدم المحرز في اتفاقية السلام في جنوب السودان، مشيدا بمستوى العلاقات والتعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا. وأضاف أن السلام والاستقرار في السودان يمثل امتدادا للسلام والاستقرار في دولة جنوب السودان، وختم حديثه قائلا: نحن شعب واحد في دولتين. حث الخبير المعين بواسطة الأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان أداما ديانج حث السودانيين على المشاركة والمساهمة لإجراء التسوية السياسية في السودان. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بشأن حقوق الإنسان في السودان بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم. ورحب أداما بإطلاق سراح السياسيين ورفع حالة الطوارئ، وأوضح أن الهدف الرئيسي لزيارته هو المواصلة في العمل لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن نتائج زيارته ستسهم في الحوار الذي سينطلق في 15 من شهر يونيو الجاري. وأكد اهتمامه ومتابعته مع السلطات لما تم من أحداث يوم أمس في ذكرى فض الاعتصام بجانب عدد من القضايا الأخرى. وقال ديانج إنه التقى خلال زيارته بمسؤولين حكوميين بوزارتي الخارجية والعدل ومفوضية حقوق الإنسان، فضلا عن مقابلته لمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان. شارك رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان الدكتور رفعت ميرغني عباس عن بعد في الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والذي عقد يوم الخميس الماضي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال الدكتور رفعت إن الاجتماع قصد منه مناقشة عمل الهيئات والنظر في سبل تعزيز فعالية نظام هيئة المعاهدة ككل، مبينا أن القضايا التي تم تناولها في هذا الاجتماع شملت تنسيق أساليب عمل اللجان، كما تم تبادل الآراء حول مراجعة الجمعية العامة لنظام هيئة المعاهدات في العام 2020. دشن الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم المكلف بفضائية الخرطوم صباح اليوم القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج بيت الله الحرام للعام 1443 هجريا لولاية الخرطوم. وثمن الوالي دور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسعيها الدؤوب لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وأوضح أن الولاية تضع كافة الإمكانيات لخدمة الحجاج بداية من الإجراءات وحتى عودتهم بالسلامة لأرض الوطن. وأبان أن فرص الحج تم تحديدها لكل دولة استنادا على معيار الحصة السكانية على أن يكون مقابل كل مليون نسمة 1000 حاج.
وأرجع الوالي زيادة تكلفة الحج لزيادة أسعار الخدمات في المملكة العربية السعودية وسعر صرف الريال مقابل العملة المحلية. وأعلن حمزة سعي الولاية العمل وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية في الموسم المقبل لوضع سياسات تحقق للمواطن توفير فرص تتيح للشرائح الضعيفة أداء فريضة الحج. جدد موسى جبر محمود والي ولاية جنوب كردفان دعوته للمهاجرين من أبناء الولاية والمهاجرين من أبناء الولايات السودانية الأخرى للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر أن تنظمه الولاية بحاضرتها في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر القادمين بشراكة مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج. وأكد الوالي في تصريح صحفي خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الولاية والجهاز في 2 يونيو الجاري بمقر الجهاز بالخرطوم إن مذكرة التفاهم تضع أساسا لشراكة تنفيذية لتهيئة الظروف المناسبة للمهاجرين للتعرف على فرص الاستثمار المفتوحة في موارد الولاية الواعدة من زراعة بشقيها الحقلي والبستاني والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية والصمغ العربي وتعدين الذهب إضافة إلى المشاريع السكنية في مدن الولاية. شهد ممثل وزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور محمد الفحل افتتاح مجمع إيلاي الطبي التشخيصي بالخرطوم. وقال الفحل إن افتتاح المركز يمثل خطوة كبيرة وطفرة حديثة لتوطين العلاج بالداخل وتوفير كل الخدمات الطبية الحديثة. وأكد أن الوزارة تسعى لإنشاء شراكات مع القطاع الطبي الخاص لتوفير العلاج للمرضى على أيدي وكوادر طبية مؤهلة ومدربة على أحدث النظم الطبية، كاشفا عن توقيع شراكة ما بين الوزارة ومركز إيلايت للتدريب والتأهيل والاستفادة من إمكانيات المركز المتطورة. ومن جانبه أكد المدير العام لمركز إيلايت الطبي الدكتور محمد عبد الرؤوف سعي إدارة المركز للنهوض بالمجال الطبي في السودان. على حاجات معينة للنهوض بالمجال الطبي في السودان بالربط ما بين العظام والعلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي النفسي. أضف لأنه احنا رابطين جزء كبير من مجالات التجميل لأنه محاولين أنه نسعى أنه نركز على أشياء معينة. أصلا الشعب السوداني كله بيسافر عشان يتلقاه برا، فالمانع شنو؟ أنه احنا نطور أو نوطن العلاج في داخل السودان بدل مصاريف العناء والسفر لبرا، رغم أنه احنا عندنا دكاترة أكفاء بتطلع برا في القاهرة في تركيا في أي من الدول العربية أو في الدول الأوروبية حتى بتلاقيه الطبيب المعالج لك سوداني. فإحنا بتنقصنا إمكانيات، إحنا حبينا نوفر الإمكانيات رغم الظروف الصعبة اللي إحنا مارين بها عشان ننتج من السودان سودان جديد، سودان ناهض، سودان ناجح في المجال الطبي في كل المجالات. الشراكة إن شاء الله تكون هي مستمرة، شراكة لتوطين العلاج وتقليل العلاج بالخارج. فدي تكلفة العلاج بالخارج تكلفة باهظة تؤثر على الدولة وعلى الاقتصاد، وإن شاء الله العلاج يكون داخلياً بأيادي وكوادر سودانية مؤهلة ومدربة عالية التدريب إن شاء الله. أكد رئيس شعبة مصدري اللحوم الدكتور خالد المقبول بضرورة العمل على وضع سياسة تشجيعية لصادر الثروة الحيوانية والعمل على استقرار السياسات المالية والنقدية وإعفاء مدخلات الإنتاج والصادر من الرسوم والجمارك. وأشار في الورقة التي قدمها اليوم بورشة صادرات الثروة الحيوانية العقبات والحلول التي ينظمها اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف القومية للمصدرين، أشار إلى أهمية توجيه مشروعات التنمية إلى المشاريع المرتبطة بمناطق الإنتاج والصادر وطرق وحصاد المياه والاهتمام بتطوير مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني الموجهة للصادر. كما نبه المقبول في ورقته إلى ضرورة الإسراع في تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بالاستفادة من تحسين البيئة الداخلية، فضلا عن معالجة معوقات محجر وميناء هيدوب بالإضافة لمراعاة المرونة بالنسبة لسعر الصرف والذي يحدث بسببه تغيرات في الأسواق المالية. تواصل
وصلت إدارة مشروع الجزيرة واتحاد الغرف الزراعية لاتفاق لشراء فائض القمح من المزارعين بمشروع الجزيرة. وقال محافظ مشروع الجزيرة دكتور عمر محمد مرزوق إن هذا الاتفاق يأتي بمبادرة من السودانيين بدول المهجر في إطار الحملة القومية لشراء جوال القمح. وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة أنصفت المزارعين بعد أن أحجمت الدولة عن شراء القمح منهم. وقال إن ضربة البداية لعمليات الشراء والاستلام ستكون يوم الثلاثاء المقبل بمنطقة الحصحيصة بحضور اتحاد الغرف الزراعية وقيادات المزارعين. فيما أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد صالح عبد الرحيم أن مبادرة المغتربين وجدت تجاوبا منقطع النظير من كافة السودانيين بدول المهجر لشراء فائض القمح، باعتبار أن مشروع الجزيرة هو الداعم الأول للاقتصاد الوطني ومستودع الأمن الغذائي. بهذه الخطوة وسنقوم بشراء القمح من كل المزارعين الذين ما زال في منازلهم، وحيكون في برنامج حتعلن الإدارة الزراعية لكل الأقسام، وحيكون هنالك المفتشين في المكاتب هم الذين يحددون من الذي ما زال القمح لسه عندهم عشان نستلم بالإصالات. لو يعني تقديرات المهجر بتتكلم عن 10 مليون مهاجر، 10 مليون في 10 في 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 شوال واحد، بيفتكروا ده هدفهم الاساس اللي يعني لو وصلوا له، وده الحد الادنى. وال10 مليون نفتكر انه المتاح الان بيتكلم عن 100,000 ل 200,000 طن. انا افتكر ال10 مليون ده بيجيبوا ال 100,000 طن، غير كده المطاحن المحليه كان مستهدفه برضه في 11 مطحن بيتكلم عن 110,000. بنتكلم الان في حدود ال 200,000 طن، دي ان شاء الله المبادره تقدر تغطيها، وبالتالي بنقدر نقول عندنا نقدر، وهدف الاساسي اللي نصل لل 200,000 طن قمح كمخزون استراتيجي للبلد. توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم أن ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خلال 24 ساعة المقبلة في معظم أنحاء البلاد، كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في عدد من الولايات بالسودان. وأضافت الهيئة في نشرتها اليومية أنه من المتوقع أن تتأثر أجزاء متفرقة من ولايات السنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض وجنوب كردفان والقضارف وجنوب وشرق دارفور بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح مثيرة للغبار بشمال البلاد. هذه النشرة لا تزال متواصلة معكم، وتتابعون فيها بعد الفاصل أبرز الأخبار الرياضية. أهلا بكم. يسعى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لمواصلة تفوقه على نظيره الموريتاني عندما يحل ضيفا عليه في 10 من مساء اليوم باستاد الشيخة ويلبيديا بالعاصمة نواكشوط ضمن الجولة الأولى لتصفيات المجموعة التاسعة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023. وتحمل مباراة موريتانيا تحدي لمنتخبنا، إذ تعتبر الخطوة الأولى لإعادة صقور الجديان مرة أخرى لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي كانت آخر مشاركة لهم فيها بنسخة الكاميرون 2021. هذا واستعد منتخبنا لمواجهة موريتانيا بتدريبات لمدة يومين خلال معسكر داخلي بفندق مدينة جياد الصناعية، أعقبه معسكر لمدة 5 أيام بالعاصمة المغربية الرباط. خاض خلالها المنتخب مباراة ودية أمام منتخب جنوب السودان انتهت بالتعادل السلبي. هذا وسيدير المباراة طاقم حكام من جزر الرأس الأخضر. من جانبه أكد المدير الفني لمنتخبنا برهان تيا ثقته في لاعبيه قبل مواجهة مضيفه الموريتاني في نواكشوط. وقال برهان: عملنا خلال الساعات التي سبقت اللقاء على وضع اللمسات الأخيرة، سواء كان في التدريب الختامي على ملعب المباراة أو في المحاضرات. وأضاف قائلا: لا يوجد منتخب ضعيف في المجموعة، ولكل منه دوافعه الخاصة في خوض التصفيات. وتابع قائلا: من جانبنا هدفنا واضح بالتواجد في النهائيات، وفي سبيل ذلك وضعنا برنامجا متكاملا
مضينا أو مضينا في تنفيذه بمستوى طيب بالتنسيق مع الاتحاد السوداني. وحول المنتخب الموريتاني قالت هي إن أهمية المباراة تأتي من كونها الأولى في التصفيات وخارج الأرض، وبعدها تنتظر المنتخب مواجهة مهمة في استاد الهلال مساء يوم الأربعاء أمام الكونغو الديمقراطية. وذكر مدرب السودان أن المنتخب الموريتاني لديه أسلوبه الذي يعتمد على عناصر لديها خبرة جيدة، مشيرا إلى أنهم عملوا على وضع التكتيك المضاد، وكذلك لديهم أسلوبهم الذي سيعتمدون عليه في دك حصونهم وقيادة المباراة إلى الدفة التي يريدونها. اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم قرارا بشأن مباراة الكونغو الديمقراطية والجابون المقررة اليوم لحساب الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا، حيث وافقت لجنة المسابقات بالكاف على الطلب الأخير الذي قدمه الاتحاد الجابوني بتأخير انطلاقة المباراة للساعة 9 من مساء اليوم بتوقيت كينشاسا للسماح للمنتخب الجابوني الذي سيصل الكونغو في الساعة 5:30 مساء بخوض اللقاء. هذا وكان منتخب الجابون قد غادر مطار برشلونة صباح اليوم ببعثة محدودة، وذلك عبر الخطوط الفرنسية في رحلة تمر بمطار باريس ثم مطار كينشاسا، حيث تستغرق الرحلة 9 ساعات، ثم ستتوجه البعثة من المطار إلى الملعب مباشرة لخوض اللقاء الذي تم تأخيره للساعة 9 من مساء هذا اليوم. أعلن الرئيس المريخ السوداني حازم مصطفى اليوم تعيين لاعب وسط الفريق السابق التونسي عبد الكريم النفطي في منصب المدير الرياضي. ونشر مصطفى عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صورة للنفطي إلى جانب مدير مكتبه يوسف الأمين بدولة الإمارات. ومن المقرر أن يصل النفطي إلى الخرطوم عصر يوم الغد لمباشرة مهامه. هذا وكان المريخ قد عين الأسبوع الماضي أسطورة وسط الفريق وقائده السابق فيصل العجب في منصب نائب المدير الرياضي. الجدير بالذكر أن المريخ أول ناد سوداني يستحدث منصب المدير الرياضي بكامل سلطاته وصلاحياته الإدارية عوضا عن المسمى التقليدي السابق مدير الكرة. اتفق نادي البرج اللبناني مع المدرب السوداني أسامة الثغر مهاجم الهلال السوداني السابق ليكون مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد. هذا وسيشكل النادي مع الثغر جهازا فنيا متكاملا، حيث سيكون حسين طحان مدربا مساعدا وعباس عطوي أونيكا مديرا للفريق. ويطمح البرج في الموسم المقبل للمنافسة بقوة على لقب الدوري، وذلك بعدما قدم موسما استثنائيا في هذه البطولة بقيادة مدربه فؤاد حجازي الذي انتهى عقده. فاصل قصير وناتي بكم إلى الأخبار العالمية، لا تذهبوا بعيدا. روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا على أداء إيدن هازارد لاعب ريال مدريد الذي خاض الشوط الأول من لقاء الشياطين الحمر مع هولندا يوم أمس الجمعة قبل أن يخرج في الشوط الثاني. وأكد مارتينيز أن تغيير هازارد كان محددا مسبقا بناء على قرار فني في الدقيقة 45، لا سيما أنه تعافى لتوه من إصابة، وأوضح لم يكن يشعر بأي ألم على الإطلاق، جميع المؤشرات إيجابية للغاية، مضيفا أنه رأى هازارد يتحرك بحرية في أرجاء الملعب. قرر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد عدم مواصلة الدفاع عن نفسه قانونيا في قضية التواطؤ في ابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا. وفقا لصحيفة الإكيب الفرنسية فإن بنزيما قرر إلغاء استئنافه على الحكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ والذي صدر ضده في نوفمبر بتهمة التواطؤ في ابتزاز زميله. واعتبرت محكمة فيرساي أن المحادثة التي أجراها بنزيما مع فالبوينا والتي حاول فيها إقناعه بالاتصال بالمبتزين تعد تدخلا متعمدا في الواقعة يندرج تحت بند التواطؤ، وسيكون بنزيما ملزما بالحكم الأخير الذي أدانه بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة قدرها 75,000 يورو و80,000 يورو كتعويض فالبوينا.
وكان من المقرر إجراء جلسة جديدة للاستئناف على الحكم في نهاية الشهر الحالي، حيث قال هوجز فيغير محامي بنزيما الجديد: موكلي منهك بسبب هذه الإجراءات، هذا الانسحاب يصادق على قرار الإدانة والاعتراف بالذنب، هذه حقيقة قضائية لكنها ليست الحقيقة. وأضاف كريم: سيعلن دائما براءته في هذه القضية، ولم يرغب أبدا في المشاركة في عملية ابتزاز ضد ماتيو فالبوينا. ويرى فيغير أن بنزيما لديه إحساس عميق بالظلم والإرهاق، ويتوقع أن جلسة الاستماع الجديدة لن تغير الوضع، وأنه لن يتم الحكم عليه بالطريقة التي يريدها، لذا قرر الانسحاب. اقترب المغربي نايف أكارد مدافع رين الفرنسي من الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل، علما بأن عقده ينتهي في صيف العام 2025. وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: يقترب ويست هام يونايتد الآن من التوصل إلى اتفاق كامل مع رين بشأن نايف أكارد، المفاوضات في مراحل متقدمة. وأضاف: المحادثات جارية والتفاصيل النهائية في المفاوضات تدور، المكافآت ثم ستحسم الصفقة. أثار اثنين من لاعبي لاتسيو حالة من الجدل داخل معسكر المنتخب الإيطالي قبل ساعات من المباراة المرتقبة أمام ألمانيا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدور الأمم الأوروبية. ويتعلق الأمر بمانويل لاتزاري وماتيا زاكايني لاعبي لاتسيو، اللذين انضما لقائمة المنتخب الإيطالي ثم غادرا المعسكر قبل اللقاء المقرر اليوم مع ألمانيا. وعن ذلك قال روبرتو مانشيني المدير الفني للاتزوري خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: لقد فاجأني بمغادرتهما، بدا لي أنهما بخير وبحالة جيدة، لكنهما أخبراني بالأمس أن لديهما بعض المشاكل وقمنا بإعادتهما إلى المنزل. وعبر مانشيني عن قلقه إزاء خط هجوم فريقه وغياب التهديف قائلا: هذا يقلقنا بالطبع، في كرة القدم عليك أن تسجل لكي تفوز، وعليك أن تجد مهاجمين من خارج إيطاليا في الوقت الحالي. وتابع: إذا لم يكن هناك سوى بيلوتي وإيموبيلي وإسكاماكا الذي لم يخوض مباراة دولية واحدة فهذا يقلقنا، نأمل أن يتمكن مهاجمون من دور الدرجة الثانية من الوصول للسيريا إيه سريعا واللعب والتسجيل، وهذا هو أملنا. اتخذ نادي توتنهام هوتسبير قرارا حاسما بشأن مساعيه نحو التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي تأكد رحيله عن يوفنتوس فور انتهاء عقده في يونيو الجاري. ويعد النادي اللندني أحد أبرز المهتمين بضم الدولي الأرجنتيني رفقة إنتر ميلان وروما من إيطاليا. وكشف الصحيفة ديلي ميل البريطانية عن نية توتنهام سحب عرضه لضم ديبالا هذا الصيف، وأشارت إلى تراجع سبيرز عن الصفقة المجانية نظرا لمغالاة اللاعب في طلباته المالية، حيث يريد راتبا أسبوعيا يبلغ 280 ألف جنيه استرليني. هذا وسجل ديبالا 82 هدفا بقميص يوفنتوس في الدوري الإيطالي خلال 210 مباريات، لكن الطرفين فشلا في التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد قبل نهاية الموسم المنقضي. قبل ختام هذه النشرة نعود ونذكر بأهم وأبرز ما جاء فيها من عناوين.